إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. عندنا مسألة مهمة، هلاقي فيرست ديجري وسكند ديجري. كلمة فيرست ديجري يعني الاكس اور الواي، يبقى الاكسبوننت بتاعها او الباور بتاعها 1، ادي 1 ودي 1. السكند ديجري ممكن تبقى السكند ايكويشن ممكن تبقى سكند ديجري، او الاقي اكس واي. هي اكس واي دي كده سكند ديجري؟ اه، لان ده مع 1 وده مع 1، وانا لما بعمل الديجري بعمل ادنج للباور. طب ازاي نحل حاجة زي كده؟ اول حاجه ببتدي بالايكويشن فيرست ديجري. عايز ايه؟ هعمل فيكس للاكس، يعني هثبت الاكس، يبقى هعمل اوبوزيت ساين للواي. لو خدت بالك انا باخد الواي بالساين بتاعتها، وانا هعمل ترانسليت يعني اوبوزيت ساين، نيجاتيف تروح بوزيتيف. طب هنا زيرو فمش هيغير فتبقى واي. ادي اول حاجه بعملها. طب تعالى كده قبل ما اكمل، لو انا بقول لك اكس بلس 2 واي ايكوال 1، هنعمل ايه؟ انه الافضل، اسيب الواي ولا اسيب الاكس؟ هقول له الاكس. اشمعنى؟ اول هام هي بوزيتيف، نمبر 2 ما معهاش كوفيش عشان ما اعملش ديفايد. طب بص كده معايا، ادي اكس بلس واي ايكوال 3. هنعمل فيكس لمين؟ هنسيب مين ونعمل ترانسليت لمين؟ الله، انا حر. ده بوزيتيف وده بوزيتيف، ده ما معهوش كوفيشن وده ما معهوش كوفيشن، فانت حر. يبقى الافضل ان انا، طب يا مستر بعد ما خلينا هنا اكس وعملنا ترانسليت للواي، انت عاوز ايه؟ يبقى انا اشتغلت على الفيرست ديجري، هبتدي اروح للسكند ديجري وهعمل حاجه اسمها سبستيتيوت. سبستيتيوت يعني هاجي هنا كل ما تقابلني اكس يبقى الفاليو بتاعتها واي. تعالوا كده مع بعض، ادي اكس باور 2، يبقى انا هاجي هنا اكس باور 2 هحط مكان الاكس واي، يبقى واي باور 2. قابلتني اكس تاني يبقى واي، طب معمول لها كمان تايمز واي، يبقى ماليش دعوه بيها. وادي بلس واي مش بتاعتي خالص، مش بلعب مع الواي، انا بلعب مع الاكس بس. برافو عليك، الواي تايمز واي تديني واي الباور 2، وانا لسه كان معايا هنا واي الباور 2 وفي كمان واي الباور 2، كل ده ايكوال 27. دول لايك تيرم، لما اجي اعمل بلس او ماينس ما بلعبش مع الباور، بلعب مع الكوفيشن اللي مع النمبر. فده معاه وده وده، يبقى انا معايا ايه؟ الله ينور عليك، ما العبش خالص مع الباور، كل ده ايكوال 27. بس انا مش عايز الواي يبقى معاها اي نمبر، هنعمل ايه؟ ديفايد. هكمل في الجزء ده. لما اعمل ديفايد بقيت هنا الواي باور 2 ايكوال كام؟ 9. هعمل 27 ديفايد 3 ايكوال 9. بص بقى معايا، الواي باور 2 ايكوال 9. الله ينور عليك، انا مش عايز واي باور 2، انا عايز بس. يبقى هعمل ايه؟ هتقول لي هاخد السكوير روت لمين؟ 9. بس خد بالك بقى، لما نعمل سكوير روت يبقى انا عندي تو سولوشن، بوزيتيف اور، يبقى الواي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 3. انا تعبت جبت الفاليو بتاع واي، اه ما هي مستنيه الاكس، الاكس ايكوال للواي، يبقى الاكس هي كمان تبقى بوزيتيف اور نيجاتيف 3. انا جبت الفاليو بتاع اكس واي، دول هم السولوشن ست، هم الانترسكشن بتاع التو ستريت لاين. هما لما اجي اكتبهم هبتدي اعمل السولوشن ست، ادي البريسس بتوعي، وعشان انا عندي تو سولوشن فانا عندي تو اوردر بير، وتعلمنا ببتدي بالاكس فهاخد الثري، يبقى ادي ثري وثري، ها نيجاتيف ثري ونيجاتيف ثري، هو ده السولوشن بتاعي. وتعالوا نشوف انذر اكزامبل. طيب تعالوا كده نشوف، بيقول لي x minus 2 equal x minus y equal 2. احنا معانا first degree second degree، انت اللي بتختار. طب هسيب مين وانقل مين؟ يا مستر انا معايا x positive، يبقى هي دي الافضل ان انا اسيبها. لما اجي اعمل translate باخدها بالساين بتاعتها وهعمل لها opposite sign، تبقى 2 plus y or y plus 2، الاثنين صح.
الجديد بقى ان انا ازاي اجي اعمل سبستوت هنا. فلما تبقى الاكس معايا تو فاريبل يعني هنا نمبر وعندي لتر يبقى انا لازم اعمل براكت. خد بالك بقى فيبقى دي واي بلس 2 وادي الباور 2. طب انا نسيت عشان الكلام ده قديم قوي بريب 1. لما اجي اعمل اكسباند البراكت الباور 2 بعمله ل 3 تيرمز. هاخد سكوير للفيرست واخد سكوير للسكند وبعدين الفيرست تايم السكند تايم 2. امشي مع ايدي فيرست تايم سكند تايم 2 يبقى واي تايمز 2 2 واي تايمز 2 تبقى 4 واي. يبقى تاني براكت الباور 2 هيديني 3 تيرمز. الفيرست اعمله سكوير السكند برضو سكوير وبعدين اسمها توايس الفيرست والسكند. طب انا مش فاهم توايس يبقى هاخد الواي تايمز 2 تايمز 2 يبقى كلها 4 واي. طب يا مستر دي كانت الاكس لسه معايا بلس واي الباور 2 كل ده ايكوال 20. تعالى بقى نكمل. بعد كده يا مستر هنعمل حاجه اسمها كوليكت لللايك تيرم. يعني ايه؟ يعني انا عندي ده واي بار 2 ادور على واي بار 2 لقيت مش هنشيلهم حبيبي احنا بنعمل ادنج فده مع 1 وده مع 1 يبقى 2 ودي واي بار 2 ما بلعبش مع الباور. نكمل 2 الباور 2 دي 4 وده 4 واي كل ده ايكوال 20. طب يا مستر ينفع اسيب هنا نمبر وفي هنا نمبر؟ لا هبتدي اخد الراجل ده هجيبه الناحيه دي اوبزيت ساين. ليه؟ عشان انا عايز ايكويشن تبقى ايكوال زيرو هندخل على الكالكوليتر ونجيب الانسر بتاعتها. بص معايا ادي 2 باور 2 بلس هاخد ال 4 واي بعدها عشان انت علمتني زمان واي باور 2 يبقى بعدها واي وبعدين ادي ال 4 وجاي لها ال 20 اوبزيت ساين تبقى نيجاتيف 20. دول لسه لايك تيرم. لايك تيرم يعني نمبر مع نمبر واي مع واي زيها واي باور 2 مع واي باور 2 زيها. تعال نكمل يبقى دي 2 باور 2 ودي 4 واي 4 ماينس 20 هتديني نيجاتيف 16. انا مش هعمل حاجه انت هتشتغل بالكالكوليتر. يبقى احنا فكينا البراكت 3 تيرمز كان عندي في الليفت سايد 20 عملت لها اوبزيت ساين بقى عندي 2 نمبرز جبت الانسر بتاعتهم بالكالكوليتر عملت 4 ماينس 20. لما نوصل للفورم ده على طول هنروح داخلين في الكالكوليتر مود 5 3 ويلا بينا نجيب الانسر. لو انت فاكر قلنا كان هيظهر لي A و B و C. خد بالك معايا يا A اللي هو النمبر اللي مع الواي باور 2 يبقى هنا هكتب 2 وايكوال. يا B النمبر اللي مع الواي يبقى هكتب 4 وايكوال. يا سي ده الابسوليوت نيجاتيف 16 وبعدين دبل ايكوال. هيظهر لي اكس 1 ويظهر لي اكس 2. يا ترى اكس 1 طلع بكام؟ ب 2. نعم؟ اكس 1 ب 2. 2 شكرا. نعمل ايكوال. اكس 2 بنيجاتيف 4. نيجاتيف 4؟ نيجاتيف 4 ونعمل ستوب. احنا عرفنا هنا الواي طلعت لي ب 2 نمبرز يبقى اول واي ب 2 ثاني واي طلعت لي نيجاتيف 4. هبتدي ارجع واعمل سبستيتيوت يبقى هنا الاكس تبقى 2 بلس واي يبقى 2 بلس 2 تديني 4. فاروح جاي تحتها واعمل سوليوشن ست ال 4 كان معاها 2. تعالى هنا هقول 2 بلس نيجاتيف 4 2 بلس نيجاتيف 4 تبقى الاكس بتاعتك هتديك نيجاتيف 2 يبقى السكند سولوشن هي نيجاتيف 2 مع نيجاتيف 4. هقفل عليهم بالكيرلي بريسز بقت ده السولوشن سيت بتاعي. تعالوا كده نشوف مع بعض. بيقول لي اكس بلس واي ايكوال 2 1 اوفر اكس بلس 1 اوفر واي ايكوال 2. هل دي يا مستر مساله يبان فيها ان ده فيرست ديجري وده سكند ديجري؟ لا. لكن انا ما ينفعش يبقى عندي دينوميتور اكس وهنا واي واسيبها. فانا عايز اكنسل الاكس والواي. عشان اكنسل الاكس والواي يبقى انا بعمل ملتبلاي اكس واي. ولما اجي اقول ملتبلاي اكس واي يبقى انا هاخد ده اقول له ملتبلاي اكس واي.
وبرده ده هعمل له ملتبلاي اكس واي، وكمان التو ايوه طبعا، لان انا معايا ليفت سايد ورايت سايد، لما باجي اعمل تايمز بعمل للكل. تعالى لسه نكمل هنا، الاكس هعمل لها اب تايمز اكس واي، الاكس تكنسل الاكس يتبقى لي شكرا. سيميلر الواي تكنسل الواي هيتبقى لي 1 اكس. وهنا التو لما تعمل تايمز تبقى 2 اكس واي. اهو ظهرت اكس واي هنا فيرست وهنا فيرست، يبقى دي كده السكند ديجري. يبقى ادي الفكره الجديده، ان عندي اكس واي في الدينوميتور عايز اكنسلهم بعمل ملتبلاي اب وداون، وكمان في الليفت سايد. تعالى بقى نرجع هنا، احنا اتفقنا اكس بلس واي ايكوال 2، هنسيب مين؟ انت حر. طب ولما اسيب اكس هعمل ايه مع الواي؟ يبقى هقول ايكوال ايه؟ 2 ماينس واي، واعمل لها برواز. يبقى انا هاخد الفاليو بتاع اكس دي واروح جاي هنا، كل ما تقابلني اكس اكتب مكانها 2 ماينس واي. نقول تاني؟ تعالى بقى مع بعض، دي ايه؟ واي تنزل واي، برافو عليك. شكرا. 2 ماينس واي ايكوال 2 اكس واي. بص كده ادي 2 واي، وهعمل براكت والاكس اكتب مكانها 2 ماينس واي. تعالى بقى نكمل بالراحه، بص معايا هنا واي وهنا نيجاتيف واي، واي ماينس واي يكنسلوا بعض، واي ماينس واي مش واي بلس واي، كنسلوا بعض. ايه اللي اتبقى؟ 2. تعالى بقى نروح هناك، بص معايا هنا في 2y و2 ماينس y. بص معايا طالما في هنا في ايكوال، هنا 2 هنا 2، ممكن نعمل ديفايد 2 عشان مسالتي تبقى سمبلست 4. يبقى ده ديفايد 2 يديني كام؟ ودي ديفايد 2 كنسلناها، اتبقى لي y ودي 2 ماينس y. لسه هنكمل، هتكمل ازاي؟ ان انا هاخد الواي دي واعمل ديستريبيوت، ابتدي اوزعها y تايمز 2. هكمل هنا، بص كده ادي 1 ايكوال y تايمز 2 2y، y رايحه تعمل تايمز نيجاتيف y فتبقى y الباور 2. فبص معايا 1 ايكوال 2y ماينس y الباور 2، دي ايكويشن، بس علشان احلها بالكالكوليتر وادخل مود 5-3 لازم تبقى ايكوال 0. يا مستر ده هنا 1، هنلعب حاجه بسيطه خالص. بص بقى معايا، هبتدي اجيب دي هنا اوبوزيت ساين، وهجيب دي كمان اوبوزيت ساين. اشمعنى؟ عشان يبقى السايد ده زيرو، فانا بنقل كل حاجه منه واديها الناحيه الثانيه. دي واي باور 2 بس نيجاتيف، لما انقلها تبقى بوزيتيف. واي نيجاتيف 2 دي نيجاتيف، لما انقلها تبقى بوزيتيف. هوضحها اكتر، تبقى واي الباور 2 دي بوزيتيف، لما اعمل لها ترانسليت تبقى نيجاتيف. ال1 ده في بيته زي ما هو بوزيتيف ايكوال 0. معلش انا عارف ان المسائل بالذات فيرست ديجري وسكند ديجري طويله شويه. نقول تاني، كان عندي دينوميتور ما ينفعش، عملت ملتبلاي كاني بعمل كروس ملتبليكيشن لغايه ما وصلت ان واي بلس اكس ايكوال 2 اكس واي. ظهرت اكس واي، انا كده اتاكدت ان دي سكند ديجري. احنا معانا كل اكس هعمل لها سبستيوت 2 ماينس واي، رحت جاي هنا ادي واي الاكس 2 ماينس واي، ونفس الكلام الناحيه الثانيه. في السايد ده واي ماينس واي يكنسلوا بعض، اتبقى 2. الناحيه الثانيه 2 واي وبراكت 2 ماينس واي. طب ليه ما عملتش ديستريبيوت؟ قلت لنفسي هنا 2 هنا 2 اعمل ديفايد 2 فتبقى المساله سمبلست 4. بقى 1 ودي واي براكت 2 ماينس واي. الديستريبيوت معناها ان الراجل ده هيدخل هنا يعمل تايمز، وكمان هنا يعمل تايمز. فبقيت عندي 1 ايكوال 2y ماينس y الباور 2. علشان احل الايكويجن دي لازم اخليها ايكوال 0. طب ادخل ال1 هنا؟ ينفع. طب انه الافضل اجيب دول هنا؟ ايوه. ليه؟ عشان انا عندي الواي باور 2 نيجاتيف، فلما اعمل لها اوبوزيت ساين هتبقى بوزيتيف. فنيجاتيف جاتني بوزيتيف، بوزيتيف تجيني نيجاتيف. ال1 ده في بيته كده. اقدر ادخل بقى على المود
5 3 ويلا مع بعض نشوف الانسرز بتوعنا هيديني ايه. يلا ندخل مع بعض مود 5 3. اول حاجه هقول 1 ايكوال، بعد كده نيجاتيف 2 ايكوال، نيجاتيف 2 ايكوال، وبعدين 1 ايكوال ايكوال. ها اداني اول فاليو ايه؟ اكس 1. يبقى هكتب واي 1، هعمل ايكوال كمان هيديني اكس 2 برضو 1 ولا ما ادانيش؟ اه بص بقى معايا هنا، لو بصيت في الكالكوليتر ما قاليش اكس 1 قال لي اكس بس، يبقى انا عندي 1 سولوشن. حلوه برضو، هي فكره جاتنا جميله. يبقى هنا الاكس بتاعتي ما ادانيش اكس 1 واكس 2، يبقى هي اكس واحده بس. احنا طبعا شغالين بالواي اللي هي طلعت لي ب 1. واي ايكوال 1، ارجع بقى لمسالتي اكس ايكوال 2 ماينس واي، يبقى يا مستر اكس ايكوال 2 ماينس 1 تديني 1، فيبقى الاكس ب 1 والواي ب 1، بقى السولوشن سيت بتاعي 1 1 اوردر بير، وبقفل عليهم بالكيرلي بريسز. مساله فيها فكره؟ ايوه. طب انا عشان احلها مره بتكلم او بشرح ستيبس وبعد كده ببتدي امسك القلم واطبق.